طيب عندي شهاده نشوفها ونعلق عليها مع بعض. اتفضل. خالد يوسف كصديق صديق وفي جدا، مقاتل من اجل اصدقائه، محب يعتمد عليه، هو شخص عنيد جدا، وايا كان نتائج هذا العند ما يعني ما بيلتفتش للنتيجه. وخالد هو على بعضه كده بعنده او بعناده او بتشبسه، هي الصيغه كده على بعضها، وعلى صديق زي حالاتي اما انه يقبلها كده على بعضها او يتركها على بعضها. وانا متشبس، انا كمان عنيد في حبي لخالد يوسف ومتشبس بيه كما هو. صداقتك مع الاستاذ جمال بخيت كام سنه؟ لا، عشرات السنين. عشرات السنين؟ ليه انت عندك كام سنه؟ تديني كام سنه زي ما بيقولوا دايما. كام سنه؟ عايز تقول ولا لا؟ 52. لا، انا عيد ميلادي موجود على الفيسبوك ساعتك. الاستاذ جمال بيقول ان انت عنيد، هل عندك خسرك حد من اصدقائك؟ اكيد. هو انت بتسميه عناد او هو سماه عناد، والعناد غير العند، لكن في كل الاحوال عند او عناد، انا بسميه حاجه تانية، هو بقاء على الموقف. فانت بتسميها عناد وانا بسميها بقاء على الموقف او ثبات على الموقف. طب تيجي نشوف الفيديو ده؟ يلا اتفضل. في ناس كانوا بيأيدوا حمدين وسابوه زي الاستاذ خالد يوسف مثلا. ده موقفه هو الشخصي اللي بالنسبة لي غريب. كويس، لأنه أنت كنت مع احترامي يعني الأستاذ خالد، لكن نختلف معاه سياسيا، إن هو كان مؤيد الرئيسي الأستاذ حمدين صباحي، وإن هو اشتغل في الحملة وبذل مجهود خرافي، وده معناها إنه أنت يعني خلاص معجون بالراجل ده وشايف إن هو الأنسب. غيرت قناعتك يعني اوكي، بس فجأة 180 درجة ده يمكن فيه أسوأ شوية على الأستاذ حمدين صباح. مفيش أهو ثبات على المبدأ، فين؟ لا خالص خالص، ده أكبر ثبات على على المبدأ والموقف كان موقفي من ترشح حمدين صباح. إن المسألة بالنسبة لي مصلحة الوطن مش صداقتي لمين أكتر. طب ما انا بحب اخويا يمكن اكتر من حمدين صباحي، ارشحه رئاسه الجمهوريه عشان هو صديق، عشان هو اخويا. لسه حمدين صباحي صديقك؟ طبعا، وهيفضل صديقي. ولما ايدت السيسي كان اكتر واحد هو بيدفعني دفع للبقاء هذا التأييد السيسي على فكره، واعلم ده في كل حته. يعني انا ما اهتزتش علاقتي بحمدين صباحي بسبب تأييدي للسيسي، انا قلت انا قاتلت من اجل ان يكسب حمدين صباحي رئاسه الجمهوريه في 2012، لاني كنت شايفه الاصلح في ال 12 أو في 13 مرشح. لما اتغير الظرف وبقى فيه إرادة جامعة للشعب المصري وشورة هذه الإرادة على بطل اسمه عبد الفتاح السيسي، أنا راجل باعتباري ناصري وبقول الشعب هو القائد والمعلم، لا أستطيع أن أخاصم وجدان الناس، فانضميت للناس في اختيارهم لهذا الرجل اللي اسمه السيسي، وشفت فيه إنقاذ الوطن. فده ثبات على الموقف مش اهتزاز بالموقف. احنا كمان وبعدين عمرو سعد ما يعرفش في السياسة أصلاً، ولو اتكلم في السياسة تانية هضربه. هتضربه؟ مالوش دعوه بالسياسه. ما انا قلت له قبل كده عمرو على مسؤوليتك الكلام ده، هتضرب عمرو سعد؟ طبعا. طيب.